الحامل تيجي تقول لك ايه؟ انا حامل في ولد لوحدها كده. طيب عرفتي منين يا ست الكل؟ تقول لك اصل بطني قبل فوق. قبل فوق ازاي يعني؟ قبل فوق ازاي يعني؟ ولا عايزه تغيظي سلفتك؟ ما يمكن انتفاخ يا مدام، ولا اب ولا حاجه. سيبي السونار يقول كلمته، سيبي الطب يباشر رحلته، وسيبي الدكتور الطبيب قبل ما ننقطه. لا ازاي؟ هي رئيسة قسم الولادة، عارفة ان تحت الأب ولد. طيب تسكت؟ ما بتسكتش، حامل لغاية، هرمونات هرمونات حمل. تصحى من النوم تقولك ايه؟ انا حامل في بنت. طب ليه حلمتي ولا ايه؟ بشرينا، ايه اللي حصل؟ تقولك لا ما حلمتش، اصل انا بطني نازلة لتحت. ومعروفة لو بطن الحامل نازلة لتحت يبقى حامل في بنت. استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني انتي نسفتي الطب الحديث ومسحتي سنين كلية الطب اللي الدكتور أفنى عمره وشبابه فيها علشان لما يكشف عليكي هو اللي يقولك ولد ولا بنت، وجاية تتمختري وتعلي على الدكتور وتتفلسفي وتقولي له يا دكتور أنا حامل في بنت عشان بطني نازلة تحت. ممكن بيتهيألك مش نازلة تحت ولا حاجة، ولا طالعة فوق ولا أي حاجة، تهيؤات حمل. الله يعينك يا دكتور يا فرعون. الخزعبله اللي بعدها، الرياضه. دلوقتي انت اتجوزتي وخدتي جوزك اعظم انتصاراتك اللي بتخبي وشه لما تنزلي صورته تحطي عليها صوره الورده ولا الدبدوب، ودوكي على بيت عدلك. عارفه بيت عدلك ولا مش عارفاه؟ عارفه بيت العدل صح؟ اتجوزتي حملتي، يبقى الراجل قاعد في امان الله، تدخل عليه مراته الحامل، اديني فلوس عايزه اروح الجيم، عايزه اروح اعمل زومبا ورومبا وايروبكس. زومبا ورومبا ايه يا مدام؟ زومبا ورومبا ايه يا مدام؟ ما انت عايشه طول عمرك بطايه قاعده على الكنبه، وكلنا قاعدين على الكنبه بطايات جنبك، ومحلاكي وانت بطايه، هو في احلى من البطايه؟ عايزه تتعبي وتنهاجي ليه وانت حامل؟ وتتعبي جيب جوزك ليه معاكي؟ قالت لك ايه بقى؟ قالت لك عشان الطفل يطلع رشيق متراشق متناسق. فجأة كده بتتذكر حلمها إنها تشارك في مسابقة كمال الأجسام والرياضة للجميع. مفيش زومبا ومفيش رومبا. اسمعي كلام حماتك ونامي على ظهرك، أو صلي على الكرسي، أو اسمعي كلام دكتورك. الخزعبلة اللي بعدها، يبقى الفرعون برضو قاعد في أمان الله، تدخل عليه امرأته الحامل تقول له إيه؟ تاني أنا عايزة أعمل شعري بروتين، كرياتين، تكسوفين، فورمالين عند مدام نرمين. ممنوع منعاً باتاً في الحمل، مفيش بروتين لغوا البروتين. وده مش كلام ياسمين، ده كلام الطبيب. ومش لازم كل شوية أفكرك بتسريحة الأناناسة اللي أنت عارفاها، أو لو مش عارفاها أعملي كحكة بسكر أو ضفري النطفيرة، زي القمر في كل حالاتك. الخزعبلة اللي بعدها، مفيش حاجة يا مدام اسمها لو شربت مية كتير البيبي هيغرق، ولا لو كلت البانة البيبي هيلزق، ما بيلزقش، ولا لو نمت على جنب اليمين البيبي هيفطس، ما بيفطسش، ولا لو نمت على بطني الحبل السري هيلف عليه وعلى رقبته يخنقه، ما بيتخنقش. ولو جوزك ما ادالكيش فلوس البيبي هيزعل ويكلبش ويجيله اكتئاب. لا ده ما بيحصلش، اللي هيجيله فعلا اكتئاب او اللي جاله اكتئاب هو جوزك اللي متحملك 9 شهور لا كل ولا مل، ويا رب يطمر. الخزعبلة اللي بعدها، ما تبصيش للناس اللي شكلها مش بيعجبك عشان الطفل ما يطلعش شبههم، ده كلام كله فاضي. انت في كل الاحوال ابنك هيطلع شبه فرعونك، وبنتك هتطلع شبه حماتك، فكده كده هتبصي لفرعونك وعيون فرعونك وحواجب فرعونك، منها تتأملي في جمال مخلوقات الله، ومنها تجيب لنا ذرية جميلة من نسل الفرعون الجميل.